بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله المحاضرة الأولى لمادة الأجهزة المختبرية Lab Instrumentation لقسم تقنيات المختبرات الطبية المرحلة الأولى الفصل الدراسي الثاني للعام 2020. أول من نبدأ نأخذ تعريف المجهر اللي هو الميكروسكوب. تعريف الميكروسكوب. فالميكروسكوب definition is an optical instrument having a magnifying lens or a combination of lenses. إذن هو عبارة عن أداة بصرية. عبارة عن أداة بصرية تحتوي على عدسة مكبرة أو مجموعة من العدسات. أو مجموعة من العدسات for inspecting and magnify objects which cannot be seen by the human naked eye. إذن هو أداة بصرية تحوي على عدسة أو مجموعة من العدسات لفحص الأجسام المكبرة والتي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. Microscope is using to observe many small objects. هو يستخدم المجهر لمراقبة الأشياء الصغيرة جداً or detail of objects أو تفاصيل الأشياء such as the shape of bacteria شكل البكتيريا الفانكي فانجي parasites and hot cells. كذلك يراقب شكل البكتيريا فطريات طفيليات خلايا مضيفة إلى آخره من الأشياء الصغيرة جداً أو الدقيقة. The light microscope uses transmitted or reflected light to obtain the image. وعادة ما يستخدم المجهر الضوئي الضوء المنقول أو المنعكس للحصول على الصورة. The main types of microscope are عندنا نوعين مهمين من المجاهر اللي هو light مايكروسكوب والالكترون مايكروسكوب. فراح نبدا باللايت مايكروسكوب ونشوف. They called light microscopes يدعى بالمجهر الضوئي because they use a beam of light لانه يستخدم حزمه من الضوء to view specimen لعرض النماذج أو العينات. A compound light microscope is the most common microscope used in medical laboratories. النوع المجهر الضوئي المركب وهو الجهاز الغالب أو المجهر الغالب استخدامه في المختبرات الطبية وغيرها من المختبرات حقيقة. It consists of two lens system to magnify the image. يستخدم نظامين من العدسات لتكبير الصورة. Magnify the image. تكبير الصورة. Each lens has a different magnify power. كل عدسة لها طاقة تكبير تختلف عن العدسة الأخرى وراح أشوف بعد شوية إن شاء الله طاقات التكبير. A compound light microscope with a single eyepiece is called monocular rarely used. وهذه نادرة الاستخدام اللي تتكون من قطعة واحدة من الاي بيس يعني اوكيولار لينس واحدة تستخدم. While بينما the microscope with two eye pieces نسميه بالاوكيولار لينس او الاي لينسز is called binocular microscopes is most commonly used. وهذه هي الغالبة بالاستخدام في المختبرات الطبية وغيرها من المختبرات. ونشوف هنا البينوكولار مايكروسكوب والمونوكولار مايكروسكوب اللي هو انتهى استخدامه حاليا يستخدم النوع الأول. Types of light microscope أنواع المجاهر الضوئية مثل ما نعرف عندنا خمس أنواع مهمة
وهاي واجب على الطالب انه يحفظ هاي الانواع الخمسه اللي هي البرايت فيلد مايكروسكوب، المجهر ذو المجال البراق او المجهر المجال الضوئي، والدارك فيلد مايكروسكوب، المجهر ذو المجال المظلم، والفيس كونتراست مايكروسكوب، المجهر متباين الاطوار، وكذلك الرابع عن المجهر المستقطب البوليرايزنج مايكروسكوب، والنوع الاخير الفلوريسنس مايكروسكوب اللي هو المجهر المتالق او المجهر الفلوريسنسي. هذه طبعا يجب حفظها جميعا، هاي الانواع جميعها يجب ان تحفظ. قد يجيكم سؤال، احنا نريد نشرح ونضيف بعض الاسئله حتى نتعلمون على نمط الاسئله وكيف الجواب عليها. هنا مثلا يجيك فراغ، انواع المجاهر الضوئيه 1 2 3 الجواب عليها، او يجيك عدد انيومريت، او يجيك فيل ان ذا بلانك املا الفراغات ويعطيك انواع المجاهر الضوئيه هي 1 2 3، او يجيك انيومريت ذا تايبس اوف لايت مايكروسكوب، عدد انواع المجهر الضوئي تذكر هذولا الخمسه. واذا يقول لك يضيف بالسؤال اكسبلين ون اوف ذيم، اكسبلين تو اوف ذيم، اشرح واحد منهم او اثنين منهم، هاي بعدين راح نجي عليها وراح ناخذ كل نوع ونشرح عليه بالتفصيل. النوع الثاني من المجاهر اللي هو الالكترون مايكروسكوب. This type of microscope uses a beam of electrons. تذكرون المجهر الضوئي ايش نستخدم؟ نستخدم beam of light، حزم او حزمه من الضوء، بينما هنا نستخدم beam of electrons، حزمه من الالكترونات، instead of a beam of light، بدلا من حزمه الضوء. And electromagnetics، الالكترومغناطيس instead of glass lenses، بالمجهر الالكتروني ماكو جلاس، اكو مجال كهرومغناطيسي بدل الجلاس lenses for focusing the image، لتركيز الصور. اعيد هاي الجمله، الالكترون مايكروسكوب، this type of microscope uses a beam of electron instead of a beam of light and electromagnetics instead of glass lenses for focusing the image، لتركيز الصورة لتوضيحها. This microscope provides a higher magnification، هذا النوع الالكتروني راح ينطي تكبير عالي جدا، and is used for observing extremely small microorganism such as viruses. وهنا راح ينطينا مراقبة، راح يتمكن من مراقبة وتكبير الكائنات الحية الدقيقة الصغيرة جدا، extremely small microorganisms مثل الفيروسات وغيرها من الأحياء الأجسام أو الكائنات الحية الدقيقة الصغيرة جدا. التايبس اوف الكترون مايكروسكوب، عندنا نوعين من الالكترون مايكروسكوب، عندنا السكانينج الكترون مايكروسكوب ويسمى بالمجهر الالكتروني الماسح، والنوع الثاني ترانسميشن الكترون مايكروسكوب ويسمى بالمجهر الالكتروني النافذ. الماسح راح يمسح عن العينه حوالين العينه شكل العينه، الترانسميشن الكترون مايكروسكوب البيم اوف الكترون راح ينفذ من خلال العينه ينطينا الديتيل الانترنال ديتيل، بينما الاول ينطينا الاكسترنال ديتيل اللي هو الخارجي، النوع الثاني ينطينا التفاصيل الداخليه للسبيسمن للعينات، هاي بعدين راح نجيها ان شاء الله بالتفصيل. شوف هذا نموذج للمجهر الالكتروني. برنسبل part of light microscope، هنا الأجزاء الرئيسية في المجهر الضوئي، the principal part of light microscope. The various parts of the microscope can be classified into 4 systems. يمكن تصنيف الأجزاء المختلفة من المجهر إلى 4 أنظمة،
هاي الترجمة. The various parts of the microscope can be classified into four systems. تصنيف الأجزاء المختلفة من المجهر إلى أربعة أنظمة. النظام الأول Mechanical System. النظام الميكانيكي ونسميه أيضا بالسبورتينج الداعم. النوع النظام الثاني The Magnification System اللي هو نظام التكبير، وأيضا ممكن أن يسمى بالأوبتيكال سيستم النظام البصري. الثالث نسميه بThe Illumination System أو Light، يعني بنظام الإضاءة أو الضوء. النوع الرابع والأخير اللي هو The Adjustment System نظام الضبط أو التعديل، نظام الضبط أو التعديل. هنا ممكن أيضا أنه نعرض سؤال على الفقرة هاي ونقول مثلا The parts of the microscope can be classified into systems. What are they? هاي يصير سؤال. ممكن أن يجيك fill in the blank، فراغات، يملأ الفراغات ونقول لكم principal part of light microscope divided into four system، واحد اثنين ثلاثة أربعة. ممكن تخلي فراغات أو تجاوب بشكل مباشر من خلال السؤال اللي طرحناه الآن. نشوف الأناتومي of a microscope. دكتور بس عفوا على المقاطعة دكتور. نعم دكتور، أنواع الميكروسكوب لايت ميكروسكوب إلكترون. إلكترون ما موجودة بالملزم، الشرح مالتها ما يخالف. هاي أنتوا اعتمدوا على اللي موجودة هنا، ماشي دكتور. اللي موجودة هنا وبعدين احنا نضيف إن شاء الله. ماشي دكتور. نشوف البجهر الآن أمام أعيننا ونشوف التفاصيل اللي موجودة به، نشوف تشيه. إذن هذا هو الأوكيولار لينز، نسميه أيضا بالآي بيس. هاي المجهر اللي قريب من العين، هذا العدسات القريبة من العين، ولذلك تسمى بالآي بيس أوكيولار لينز، العدسات العينية. هاي العدسات العينية. النوع الثاني التو جروب أوف لينسز اللي هي الأوبجكتيف لينز، هاي تسمى العدسات الشيئية. ليش عدسات شيئية؟ لأن قريبة من الشيء اللي هو السامبل أو السبيسمن اللي موجود هنا على الستيج، راح نخليه تحت العدسة الشيئية. إذن العدسات نوعين عندنا، الأوكيولار لينز أو الآي لينز، وهنا الأوبجكتيف لينسز العدسات الشيئية. هاي قريبة من عين الناظر اللي هو شخص المحلل، وهاي قريبة من السامبل السبيسمن. الأوبجكتيف اللي هو الشيء راح يكون تحت العدسة بالضبط، ولذلك سميت بالعدسة الشيئية. هنا في عندنا أيضا البيس القاعدة هنا الاليومينيشن الضوء، هاي نفتح ونسد الضوء السويتش هذا مال اللايت راح يكون هنا، وهنا ضبط اللايت من هنا راح يخرج الى السبيسمن على الستيج. هذا الميكانيكال ستيج نسميه اللي يتحرك يمين ويسار الى اعلى والى الاسفل حتى يضبط الصوره. هنا النوز بيس هذا يسمى بالنوز بيس اللي يحمل العدسات الشيئية اللي هنا تشبه الأنف، ولذلك سموها بالنوز بيس. أيضا هنا الحامل الآرم الذراع اللي نحمل به المجهر. هنا الستيج كنترول يسيطر على الستيج، أيضا هذا يسيطر يمين يسار أعلى أسفل أمام خلف. وأيضا نظام الضبط اللي راح نحتاج به الفاين ادجستمنت والكورس ادجستمنت. هنا نظام الضبط الكورس ادجستمنت والفاين ادجستمنت، هاي اهم الاجزاء الرئيسيه اللي موجوده
باللايت او الكومباوند لايت مايكروسكوب، وراح نجي عليها بالتفصيل كل جزء نشرحها بالتفصيل ان شاء الله.